صوت مزعج وبايخ، تاني أسوأ صوت في الحياة بعد صوت نهيق الحمار، صوت المنبه. صحيت من النوم ومسكت التليفون بتاعي، طفيت المنبه وبصيت على الساعة والتاريخ. الساعة 2 صباحا يوم 1 يناير. عادي كالعادة، بداية سنة جديدة وفاتتني، لكن مش ده المهم. المهم اني بعد ما رجعت من المستشفى وارتحت شوية، يلا بقى اقوم اغسل وشي والبس عشان الحق ارجع المستشفى من تاني. غسلت وشي وعملت لي سندوتش ومسكت الموبايل، طلعت رقم الدكتور خالد واتصلت بيه. الو، ازيك يا دكتور؟ كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا امجد، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليك. بس انت فين كده، في المستشفى ولا فين؟ لا الحقيقة يا دكتور، انا في البيت، روحت ارتاح شوية وارجع تاني. هو ابويا عامل ايه يا دكتور؟ فسكت شوية وبعد كده اتنحنح ورد بضيق. الحقيقة يا ابني، انا مشيت من المستشفى من كام ساعة، وبصراحة كده مش هخبي عليك، حالة والدك متأخرة قوي، وحاليا مفيش قدامنا غير اننا نعمل له عملية نقل كلى، والمتبرع موجود، بس زي ما فهمتك بقى. لا حول ولا قوة الا بالله، وانا هعمل ايه بس يا دكتور؟ هجيب منين 200,000 جنيه؟ ده انا بشتغل بياع في محل باليومية. ربنا يعينك يا امجد، عموما انا فهمتك اللي فيها، ووقت ما تقرر المتبرع موجود. سلام سلام يا امجد. قفلت مع الدكتور ورميت التليفون على السرير، طلعت همي في الدولاب اللي فاتحه بغل، وطلعت منه هدومي ولبست ونزلت عشان اروح ابات مع ابويا في المستشفى. ايوه، ما انا هعمل ايه يعني؟ انا يا دوب بروح الشغل الظهر وبخلص على الساعه 9 بالليل، واروح لابويا المستشفى اطمن عليه واسيب له اكل، وبعد كده بروح اريح شويه وانزل له تاني على الفجر. على الهم اللي انا فيه، يا رب بس يجي بفايدة وابويا يقوم بالسلامة. خرجت من باب بيتنا للشارع، الجو كان برد قوي، مفيش مواصلات ولا حتى في ناس في الشارع. فضلت واقف على الرصيف لمدة نص ساعة، الجو بقى يبرد اكتر، مفيش صريخ من يومين. لكن من العدم ظهر لي تاكسي واقف قدامي بالظبط، كان سايقه الراجل عجوز، وشه رفيع وشعره ابيض، حالق دقنه وملامحه عليها ابتسامه غريبه ومش مفهومه. بصلي وهو لسه مبتسم، وفتح ازاز العربيه وقال لي: مستني حد ولا رايح مشوار؟ فبصيت حواليا باستغراب، وبعد كده سالته: هو حضرتك بتكلمني انا؟ هو في غيرك في الشارع؟ لا مفيش، بس انا واقف مستني اي ميكروباص يوديني مستشفى القصر العيني. يا راجل، وهو في ميكروباص هيعدي دلوقتي برضو؟ اركب، تعال اركب وانا هوصلك. فقربت منه وقلت له بارتباك: لا لا، ما هو انا انت كحيان وما معكش حق التوصيلة، وعشان كده واقف مستني ميكروباص. ما تقلقش، اركب اركب وانا هوصلك، ومش عايز منك حاجة. اركب اركب يلا، بدل ما غير رأيي.
فابتسمت له لما حسيت انه شخص ودود، وبصراحة ما فكرتش كتير. العرض المغري اللي عرضوا عليا وبرد الشارع خلوني ركبت معاه من غير تفكير. قعدت في الكرسي اللي جنبه وهو اتحرك بالعربية، ووقت ما كان سايق وماشي وسط الشوارع انتبهت لصوت الكاسر بتاع العربية. كان مشغل إذاعة القرآن الكريم، وتقريبا كان الفجر خلاص قرب، واللي خلاني اتأكدت هو صوت تواشيح الفجر. الصوت كان جميل قوي لكنه حزين، صوت الشيخ نصر الدين طبار خلاني نسيت نفسي وركزت معاه هو بس. أكرمنا في المعاش والمعاد، وارفع رايتنا على رؤوس الأشهاد، إنك رؤوف بالعباد. بصيت ناحية الشباك اللي جنبي وأنا بتقطع، قلبي بيتعصر، الدموع خانتني وغصب عني نزلت من عينيا. إنك رؤوف بالعباد، رؤوف بالعباد كلهم يا رب ما عدا أنا. أنا خلاص تعبت، أبويا هيموت وأنا مفيش في إيدي أي حاجة، هجيب منين 200,000 جنيه؟ لما قلت كده لنفسي سواق التاكسي وطى الصوت على الآخر واتكلم معايا بصوت مسموع. سهلة سهلة، ما تشيلش هم، لو على أبوك أنا هساعدك لحد ما يقوم بالسلامة، ولو على الفلوس فسهلة برضو، أنا هخليك تلعب بيها لعب، بس على شرط تسمع كلامي وتطوعني. فبصيته باستغراب وسألته، أنا مش فاهم حاجة، إزاي هتساعدني وتخليني ألعب بالفلوس لعب؟ وكلام إيه اللي عاوزني أسمعه؟ أنت مين؟ وطلعتلي منين أصلا؟ فضحك ضحكة خفيفة، هو بص قدامه ومركز في الطريق. تسمع يا أمجد عن القدر اللي بيجي ويعمل بصر، أو أنا بقى القدر، قدرك أنا طوق النجاة بالنسبة لك، أنا عمك الغريب. بص يا أمجد، التاكسي ده بتاعي، وأنا بعد ما وصلك للمستشفى هديك مفتاحه وهاخد رقمك، ومن النهاردة اعتبر نفسك شغال عليه، بس مش هتشتغل عليه كتاكسي للي واقفين في الشوارع. انت هيجيلك مكالمة، واحد هيقولك روح خد فلانة من المكان الفلاني ووديها للمكان الفلاني وهكذا. وبالنسبة للفلوس، فاللي انت عاوزه هتلاقيه الصبح في شنطة العربية، خد منه واصرف وضيع زي ما انت عايز. فبرقت له وسألته باستغراب، إيه انت؟ انا؟ وهو؟ لا انا ولا انت ولا هو. موافق على كلامي ولا وصلك وامشي؟ لا لا طبعا موافق، بس انا مستغرب، توصيلات ايه دي اللي هتكسبني فلوس كتير بالشكل ده؟ وبعدين انت عارف انا محتاج فلوس قد ايه؟ كام يعني؟ 100, 200, 300, 400 ألف، مليون حتى، سهلة. بكرة الصبح هتلاقي 1,000,000 جنيه في شنطة العربية، وبالنسبة للتوصيلات فما تخافش، الموضوع مفهوش حاجة تحبس. انت هتوصل ناس من المكان اللي يتقلك عليه للمكان اللي هيتقلك روحه، يعني الحوار لا فيه مخدرات ولا فيه أي حاجة من اللي ممكن تعرضك للحبس.
فسكت ثواني وانا مبرق له. هو الراجل ده مجنون، اكيد مجنون. وقبل ما اتكلم او اساله اي سؤال تاني، لقيته واقف بالعربيه وبص على الشباك اللي جنبي وقال: القصر العيني اهو، هتنزل ونمشي ولا هتاخد المفاتيح واسيب لك العربيه؟ فغصب عني لقيت نفسي بمديله ايدي، خدت منه المفاتيح وهو خد رقم تليفوني وساب لي العربيه ونزل مشي على رجليه. هو في ايه؟ ايه الراجل ده؟ مش خايف اخد التاكسي واهرب؟ مش خايف اطلع حرامي او نصاب؟ انا مش فاهم حاجه ولا عارف ايه اللي المفروض يتعمل. بس ثانيه واحده، هو عرف اسمي منين اصلا مع اني ما قلتلوش؟ ركنت التاكسي ونزلت منه وانا بكلم نفسي. وبعد ما طلعت وقضيت الليله مع ابويا وانا بفكر في اللي حصل لي مع صاحب التاكسي، النهار طلع ومع طلوع النهار وقفت مع الدكتور واتكلمت معاه شويه عن حاله ابويا. بعد كده نزلت للتاكسي، وساعتها كانت المفاجاه، لقيت في شنطه العربيه شنطه مليانه فلوس، فلوس كتير قوي يجي 1,000,000 جنيه فعلا. ومن غير تفكير خدت منهم 200,000 جنيه وطلعت اديتهم للدكتور بعد ما اتفقت معاه على ميعاد العملية بتاعت نقل الكلى. خدت بعضي ومشيت، بس ما رحتش الشغل. انا اتصلت بصاحب المحل وبلغته اني مشيت من عنده وبلا رجعة. روحت البيت وفضلت قاعد على السرير وماسك موبايلي، شنطة الفلوس كانت قدامي والمفاتيح بتاعت العربية جنبها. التفكير كان بينهج دماغي، بس بعد دقايق نمت، غصب عني نمت، لحد ما صحيت على صوت رنة التليفون. قمت وانا مفزوع، رديت على الرقم الغريب واللي كان بيتصل بيا. الو، اعمل غريب؟ فرد علي صوت راجل من الناحية التانية قال لي: لا انا مش الغريب، بس شغال معاه، هو فهمك المطلوب منك؟ ايوه فهمني، قال لي انك تقولي على عنوان وهروح اخد منه حد وهوصله لمكان تاني، صح كده؟ مظبوط، اكتب عندك العنوان. وبعد ما كتبت العنوان وراه كمل كلامه وقال لي: هتروح هناك الساعة 7 بالليل، هتلاقي واحدة ست واقفة مستنياك، هتاخدها وتوديها العنوان ده. وبعد ما خدت منه العنوان التاني سكت شوية وبعد كده قال لي: وبعد ما توصلها هتروح، كده خلاص مهمتك انتهت، ويبقى استنى مني تليفون في اي وقت، سلام. وقفل السكة. استغربت في البداية من طريقة كلامه ومن الموضوع كله، بس بعد كده رجعت وقلت لنفسي: وانا مالي، انا هعمل اللي عليا وهوصل الست من مكان لمكان، واديني شغال وبكسب ذهب. قمت غيرت ونزلت، رحت للعنوان في معادي، وبعد ما قابلت الست وركبت معايا في الكنبة اللي ورا فضلت ساكتة. حاولت افتح معاها كلام او اشقطها، لانها بصراحة كانت لابسة لبس ملفت جدا وحاطة مكياج كتير، لكنها كانت بترد عليا بشكل مغتضب. فضلت على الحال ده لحد ما وصلتها للعنوان التاني، وبعد كده نزلت ودخلت عمارة وانا كمان مشيت. ومن اليوم ده والدنيا هي كمان مشيت،
كل يوم مكالمة أو مكالمتين بتوصيلة أو اتنين، وكل يوم الصبح كنت بلاقي فلوس كتير في شنطة العربية. لكن اللي لفت نظري كانت حاجة غريبة، الستات اللي كنت بوصلهم دول بروح أخدهم من مناطق شعبية ووديهم كل مرة لمناطق راقية، وكلهم كلهم بالاستثناء لبسهم بيشبه بعضه، لبس ضيق وملفت، ملامحهم مليانة مكياج. هي الستات دي بتروح فين؟ ممكن يكون الراجل اللي بيكلمني ده قواد وبيسرح الستات دي، وعم غريب اللي قابلته أول مرة بيشتغل معاه، ولأنه يعني رئيس الليلة فما بيظهرش. بس مش مهم، مش مهم كل ده، ولا حتى مهم إن أعرف مين اللي بيحطلي الفلوس في شنطة العربية. المهم إني بشتغل وبكسب كتير قوي، والأهم إن أبويا عمل العملية وخرج بالسلامة. وفضلت أنا على الحال ده لحد ما في يوم حصل اللي شقلب الوضع. يومها أخدت أوردر ورحت على مكان ما، ومنه أخدت شابة كان زي كل اللي بيركبوا معايا، لبسها وشكلها زيهم. لكن البنت دي كان فيها حاجة غريبة، كانت بتعيط. فبصيت لها في مراية العربية وسألتها بحذر، هو الجميل بيعيط ليه؟ فمسحت دموعها وبصيت لي بقرف وقالت: وانت مال اهلك؟ سوق وانت ساكت. فحطيت لي سني جوا بقي ووصلتها للمكان اللي كان متألف الاوردر. وبعد ما وصلتها ورجعت بيتنا ونمت، صحيت من النوم على صوت غريب، صوت زعيق ستات جاي من الصالة. ازاي ده؟ مفيش حد في البيت الا انا وابويا، واللي مالوش غيري من بعد موت امي، وانا ماليش اخوات ولا قرايب ولا حد بيجي يزورنا من اساسه. قمت من على السرير ورحت ناحية الباب، فتحته بحذر وبصيت للصالة. بس العجيب والغريب اني ما لقيتش صالة بيتنا. انا لما فتحت الباب لقيت نفسي في أوضة تانية، أوضة فيها سرير وقصاده تسريحة بمراية. لكن مش ده الغريب وبس، الأغرب من ده كله إن قصاد المراية بالظبط كانت واقفة، أيوة، نفس البنت اللي ركبت معايا التاكسي وكانت بتعيط، وشها كان المكياج فيه متبهدل، وراها كان فيه واحدة ست كبيرة بتتكلم معاها. يا بنتي عرفيني فيك ايه، وايه اللي عمل فيك كده؟ فلفت البنت ولفت وبصت للست، وبكل غل وغضب قالت لها: بعت نفسي عشان ترتاحي انت وجوزك، ابتهال بنت القسط عبد النجار باعت نفسها عشان تعرف تجيب لك ايجار البيت انت وجوزك وعيالك، ودلوقتي الفلوس اهي. ومسكت الفلوس اللي كانت موجودة على التسريحة ورمتها في وش الست، وبعد ما عملت كده لفت بحركة سريعة وبصت في المراية، ومن غير اي مقدمات وبسرعة جدا ضربت ابتهال المراية بايديها وكسرتها، وبحتة من حتة المراية وبحركة سريعة برضو، وقبل ما الست تمسك ايديها دبحت ابتهال نفسها. الدم غرق المكان والست اختفت. البنت كانت واقعة على الارض وبتفرفر زي الدبيحة. قربت منها وحاولت الحقها، بس فجأة لقيتها قامت مع الأرض ووقفت، ورقبتها خارج منها نافورة دم
عينيها بقى لونها احمر بشكل غريب. قربت مني وهي بتترنح. بعدت انا وقتها كام خطوه لورا، قربت هي مني اكتر. الباب اللي ورايا اختفى، الدم بيكتر، وانا اتزنقت. اللي ورايا ما بقاش باب، بقى حيطه. البنت قربت لحد ما بقى وشها في وشي، الدم غرقني. مسكت رقبتي بايديها وابتدت تخنقني، وبعليه صوتها المتحشرج قالت لي: انت السبب، انت السبب يا امجد، انت وجميل، انت السبب. جميل؟ جميل مين يا بنت المجنونه؟ يابا، ابويا، يا عم الغريب، الحقوني الحقوني. قوم يا ابني، قوم يا ابني، مين دول اللي لحقوك؟ صحيت على صوت ابويا، واللي لقيته قاعد جنبي على السرير. بصيت في وشه وخدت نفسي بالراحه. لما سالني مالك يا ابني وكنت بزعق عليه، طمنته وقلت له اني شفت كابوس. بس بعد ما صحيت وغيرت هدومي ونزلت، خدت التاكسي ورحت على نفس المنطقه اللي خدت منها ابتهال امبارح، وهناك سالت عليها باسم ابوها. وفعلا وصلت لبيتها، وعند وصولي للبيت اتصدمت. كنت سامع صوت قرآن طالع من بيتها. دخلت وسلمت على الموجودين، وبحركة صايعة مني عملتها قدرت أوصل لأمها. لما قلت لجوزها إني معايا أمانة أو فلوس لازم أديها لها في إيديها. وبعد ما قابلتها وسلمت عليها سألتها عن التهال وعن طريقة موتها. وزي ما توقعت، ابتهال ذبحت نفسها بإزازة زي ما شفتها في الحلم أو الرؤية اللي شفتها دي. لكن بعد ما عرفت منها كل حاجة ووسيتها، وقبل ما تسألني أنت مين، سألتها عن حد سمعت اسمه في الحلم، جميل. وساعتها كان الجواب منها لما قالت لي: جميل ده يا ابني يبقى صاحب المول اللي هي كانت بتشتغل فيه، وهو اللي الله يسامحه بقى هو اللي خلاها تعمل في روحها كده بعد ما خلاص خلاص يا ست الكل، ممكن عنوان المول ده؟ طيب. ودتني عنوان المول، ومن غير اي تفكير خدت بعضي ورحت له. قدرت اوصل لمكتبه. كان راجل خمسيناتي، مكتبه فخم جدا. دخلت وسلمت عليه، بصلي باستغراب من فوق لتحت وسألني: انت مين؟ من صوته عرفته هو ده اللي بيكلمني في التليفون، فقلت له: انا امجد، سواق تاكسي الغريب. فبلع ريقه وقال لي بارتباك: طيب وجاي ليه؟ وعرفت عنوان منين؟ مش مهم، مش مهم كل ده، المهم اني انا هوديك انت والغريب في داهية. البنت ابتهال اللي كانت بتشتغل عندك، واللي كنت مسرحها زي ما بسرح الحريم يوماتي، انتحرت. عرفت من نفسها وانتحرت بعد ما باعت شرفها. ودلوقتي بقى انا مش هسيبك، انا يا اما هموتك يا هبلغ عنك. انا خلاص ضميري صحي، ومش هكمل في العك ده بعد كده. لما قلت له الكلام ده ملامحه اتبدلت، بكى ونهار، بقى عامل زي العيل الصغير. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمها ويرحمنا انا كمان. بس انا
أنا كنت هعمل إيه يعني؟ أنا مش بعمل كده عشان محتاج فلوس ولا عشان حابب أعمل ده. أنا بس بسمع كلام الغريب وبنفذه عشان ابني يعيش. أنا ابني عنده فيروس في المعدة وكان هيموت لولا إن الغريب خلاه يخف في مقابل إني أشتغل معاه الشغلانة المنيلة دي. منه لله. أنا خلاص مش هكمل، وإن شاء الله ابني يموت وأنا أموت بعديه. الموضوع طلع أكبر من كده بكتير، الموضوع طلع فيه دم وموت. صح، تمام، ما تكملش، ويلا بينا نبلغ عن الحيوان اللي اسمه الغريب ده. لما قلت له كده سمعت صوت جاي من ورايا. الله الله، وليه الغلط بس؟ هو انا كنت ضربتكوا على ايديكم ده بدل ما تشكروني عشان وقفت جنبكم وانقذت حبايبكم من الموت تشتموا فيا؟ فلفيت وبصيت ورايا، كان نفس الراجل اللي اداني التاكسي. فبرقت له وقلت له بعصبيه، انت دجال ونجس. فزعق فيا، ملامحه اتبدلت وبقى وشه اسود، جسمه اتملى شعر وعينيه احمرت. ولا اتكلم مع سيدك وسيد جنسك بأدب، انا ما خصبتش حد فيكم على حاجة. وبعدين بدل ما تزعقوا ليا زعقوا للي لوث المية وجاب لابوك فشل كلوي. وانت يا حج جميل، بدل ما تدعي عليا ادعي على لوث الاكل وجاب لابنك فيروس مزمن في المعدة. بتشتمهم وبتدعوا عليا، انا حاولت اساعدكم بس مفيش مساعدة من غير مقابل، والمقابل عندي هو انكم تكملوا تنشروا الفجور بين الناس. وإلا وفجأة أوضة المكتب ابتدت تتحرق، نار غريبة خرجت من كل مكان. الحاج جميل صرخ وابتدى يقرا قرآن بصوت عالي، وأنا كمان عملت زيه، ابتديت أقرا قرآن زيه. ومع كل آية النار كانت بتهدى، والغريب كان شكله بيبقى أبشع وأفظع. وفجأة قرب الغريب مننا وحط إيديه على بقنا عشان يسكتنا، وفي وسط ده كله صرخ بعلو صوته، لا مش هتعرق ولا هموت، انا هغير القواعد وهنلعب جولة تانية. ومن عندي الكلام ده الدنيا بدأت تزغلل في عيني لحد ما ضلمت خالص. صوت مزعج جدا بايخ، تاني أسوأ صوت في الحياة بعد صوت نهيق الحمار، صوت المنبه. صحيت من النوم وأنا مفزوع، بلعت ريقي وشربت شوية مية وحمدت ربنا إن اللي شفته ده كان مجرد كابوس. مسكت التليفون وطفيت المنبه، بصيت على الساعة والتاريخ، كانت الساعة 2 صباحا يوم 1 يناير. عادي كالعادة بداية سنة جديدة وفاتتني، لكن مش ده المهم. المهم ان انا بعد ما رجعت من المستشفى وارتحت شوية، يلا اقوم بقى اغسل وشي والبس عشان الحق ارجع المستشفى من تاني. غسلت وشي وعملت لي سندوتش جبنة ومسكت الموبايل، طلعت رقم الدكتور خالد واتصلت بيه.
ألو، إزيك يا دكتور؟ كل سنة وأنت طيب الأول. وأنت طيب يا أمجد، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليك. بس أنت فين كده؟ في المستشفى ولا فين؟ لا الحقيقة دكتور، أنا في البيت، روحت أرتاح شوية ورجع تاني. هو أبويا عامل إيه يا دكتور؟ فسكت الدكتور خالد شوية وبعد كده اتنحنح ورد علي بسعادة. الحقيقة يا ابني أنا مشيت من المستشفى من كام ساعة، وبصراحة كده أنا عندي ليك خبر حلو. حالة والدك بتتحسن من بعد ما فتتنا الحصوات، وحاليا مفيش قدامنا غير يومين بس ويخرج. إيه ما أنت كريم يا رب. الحمد لله، أنا شوية وهروح له. ألف شكر، ألف شكر يا دكتور، مع السلامة. وقفلت مع الدكتور وطلعت هدومي ولبست ونزلت عشان أروح أبات مع أبويا في المستشفى. أيوة، ما أنا هعمل إيه يعني؟ أنا يدوب بروح الشغل الظهر وبخلص على الساعة 9 بالليل واروح لابويا المستشفى اطمن عليه واسيب له اكل، وبعد كده بروح اريح شويه وانزل له تاني على الفجر. على الهم اللي انا فيه، بس الحمد لله اهو جيب فايده وابويا خلاص هيخرج بالسلام. خرجت من باب بيتنا للشارع، الجو كان برد قوي، مفيش مواصلات ولا حتى في ناس في الشارع. فضلت واقف على الرصيف لمدة نص ساعة، الجو بقى يبرد أكتر، مفيش صريخ من يومين، لكن من العدم ما ظهر ليش تاكسي زي الكابوس ده، جه ميكروباص عادي. ركبته ورحت لأبويا المستشفى، وبعد ما وصلت وقعدت معاه وقت ما كان نايم على سريره وانا قاعد على كرسي جنبه، سمعت صوت حد بيعيط جاي من الطرقه اللي بره الاوضه. خرجت اشوف مين، لقيته الراجل عجوز قاعد بيعيط وبيدعي لابنه. قربت منه وانا متفاجئ، ده انت الحاج جميل؟ فمسح دموعه وبصلي وقال لي انت مين؟ شكلك مش غريب عليا، انت تعرفني؟ ايه اللي اعرفك؟ طبعا اعرفك، مش انت اللي بتشتغل في تسريح الحريم؟ فتعصب عليا وقال لي بغضب، اعوذ بالله، انا اعمل كده برضه؟ انا انت امجد، انا امبارح حلمت بيك وكنا في كابوس، وجه راجل اسمه الغريب وعرض علي عرض وانا قبلته عشان ابني خف، بس في النهاية كنت هموت، ولما صحيت لقيت ابني لسه تعبان وممكن يموت. و فقطع كلام الحاج جميل صوت ابتهال الشيخ نصر الدين طبار، أكرمنا في المعاش والمعاد وارفع رايتنا على رؤوس الأشهاد، إنك رؤوف بالعباد. فشاورت بإيدي على ودني وأنا بقول له سامع يا حاج جميل، سامع، دي تواشيح الفجر، مش مهم احنا شفنا ايه، ولا مهم ان كان حقيقة وهو قدر يلعب في الزمن ويرجعنا، ولا حتى كان كابوس وصحينا منه، المهم اننا خدنا الفرصة من تاني. الرؤوف بالعباد ادانا الفرصة مش الغريب. يلا يا راجل يا طيب، نروح نصلي الفجر وندعي لابنك ولابويا انهم يقوموا بالسلامة. يلا بينا. ومشيت انا والحاج جميل
في طريقنا لأقرب جامع، بس وأنا ماشي سمعت صوت حد بيضحك من ورايا، حد عارف صوته. لفيت وشه وبصيت، كان واقف وساند على حيطة من حيطان الطرقة، كان بنفس هيئته البشرية. الغريب اللي بصلي وابتسملي وقال لي بصوت مسموع: ما خلصتش يا ولاد آدم، لسه ما خلصتش، روحوا صلوا واستغفروه، بس هتروحوا فين مني؟ كده كده هتيجوا لعمكوا الغريب من تاني، وساعتها وعزته وجلاله مهارها معدي فيكم. قال الكلام ده وانا سمعته، وبعدين اختفى مع صوت الابتهال وصوت اذان الفجر. تمت.